خبر الأول من جريدة اليوم السابع، والخبر بيقول حفل تنصيب الرئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي ببدء ولاية رئاسية جديدة. هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة يقود خلالها بلدنا نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق أمال الوطن والمواطنين. وتابعت الكنيسة في بيان لها: نصلي أن يمتع الله القدير بالصحة والقوة ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه في سبل بناء مصر المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة. وتأتي تهنئة الكنيسة في إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسي اليوم بالعاصمة الإدارية، والتي تستعد لاستقبال الحفل الولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستوري بمجلس النواب الجديد لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارا من 3 أبريل الحالي، وتستمر لمدة 6 سنوات. خلينا في البداية طبعا احنا كمان بنهنئ في قمة الرئيس بولاية جديدة، وبتكلم عن بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعني جزء من هذا الوطن. حضرتك شايف الخبر ده ازاي؟ ما فيش شك، بنهنئ أنفسنا طبعا ونهنئ معالي أو فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. خليني بس في هذا الإطار تحديدا أوضح اتجاهين مهمين جدا، وهو كيف تدار العلاقة بين الدولة والكنيسة. صحيح. في إطار هذا الود وهذا التقرير ده جانب، الجانب الآخر أو البعد الآخر هو الخلفيات السياسية والقانونية لتنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أن العلاقة بين الدولة والكنيسة تشهد حالة من الازدهار. الكنيسة تعمدت في إطار هذه العلاقات أن تنتهج لثلاث محاور مهمين جدا، هو الرصانة، تواجدها رصين على المشهد الوطني وليس السياسي، أيضا تواجدها في حالة انفتاح مع كافة مؤسسات الدولة بدءا من مؤسسة الرئاسة مرورا بعدة المؤسسات والجهات، وأيضا حفظ نفسها عند نقطة من الاتزان وهو الأهم، هي متزنة وتحفظ نفسها عند نقطة بين انغماسها في الوطنية وأيضا ابتعادها عن السياسة. بالتالي تواجد الكنيسة هو رصين، تقود الدولة أو تتحرك مع الدولة في أطر وطنية مهمة جدا. في عدة منح كانت الكنيسة صامدة وتحركت من أجل الوطن، دائما ما تقود الوطن يعني فيما يخص المواقف المهمة جدا، وتخدم على هذا الوطن وتبرز الولاء الواضح جدا من قبل الكنيسة كمؤسسة وطنية نؤكد وليست سياسية. هذا جانب جاءت في إطاره أو جاءت في سياقاته التهنئة والبرقية الرقيقة من قبل الكنيسة. الجانب الآخر والأهم أيضا أو المهم أيضا هو الخلفية القانونية والسياسية لإعلان السيد الرئيس أو لتنصيب السيد الرئيس اليوم وأداؤه اليمين الدستورية. الحقيقة أنه بهذا الاستحقاق المهم جدا تكون الدولة قد تحركت يعني أو متجاوزة استحقاق مهم جدا، وهو عقب الانتخابات تنصيب السيد الرئيس لولاية جديدة متجاوزة يعني الأمر في سياقين، أحدهما قانوني تنفذ الدستور وطبقا للمادة 144 للسيد الرئيس يعني التعهد أمام الرأي العام أو أمام الجماهير باحترام الدستور وأداء اليمين الدستورية وما تنص عليه من احترام الدستور وحماية الوطن ورعاية مصالحه، والجانب السياسي الآخر وهو أن الدولة تكون اجتازت خطوة مهمة جدا تتناسب ومعايير الديمقراطية للنظم السياسية الحديثة، وهو انتخابات حرة نزيهة من بعدها يعقبها تجديد ولاية مهمة للسيد الرئيس، وأيضا حل اليمين أيضا اتجاه سياسي آخر هو مخبط الجماهير من أجل العمل على عدة من الملفات المهمة جدا والمرتبطة بالنواحي السياسية والاقتصادية، والأهم كونها أنه قسم يأتي من أعلى جهة بالدولة أو أعلى شخصية بالدولة وهو السيد رئيس البلاد. بالتالي نتمنى له كل التوفيق للسيد الرئيس في الخطوة المقبلة، وتبدأ أيضا بعض التحركات المهمة جدا على الصعيد السياسي وهو إعلان تشكيل الحكومة، وهو حتى هذه اللحظة لم نتأكد هل سيتم أن تأتي حكومة جديدة وتقال الحالية أو تتقدم باستقالتها، أم أن تتقدم الحكومة الحالية ببرنامجها إلى مجلس النواب. وهنا بيبرز دور مهم جدا وهو التوازن بين السلطات، يبرز دور مجلس النواب إما أن يوافق على البرنامج المقدم من الحكومة الحالية أو حتى يرفضه، أو حتى تتقدم الحكومة باستقالتها وتأتي دي حكومة جديدة يعلن اسمها أو رئيس وزرائها السيد رئيس الجمهورية، إما أن تكون أيضا حكومة تكنوقراط أو حتى حكومة سياسية. ونتمنى للجميع الخير لما يحدث.